قامت القوات المسلحة بالدفع بلجنة تجنيدية قضائية لتسوية المواقف التجنيدية الخاصة بالمواطنين بمناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد، وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية بالمجان في أماكن تواجدهم، وذلك على مدار عدة أيام. كذلك تم الدفع بقافلة طبية لتقديم الكشف الطبي والعلاج المجاني اللازم لأبناء تلك المناطق، وتوزيع كميات كبيرة من المواد الغذائية المجانية على المواطنين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم. في إطار حرص الدولة المصرية على تقديم كافة أوجه الرعاية والاهتمام لأبناء المناطق الحدودية والنائية، قامت القوات المسلحة بدفع لجنة تجنيدية قضائية لتسوية المواقف التجنيدية الخاصة بالمواطنين بمناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد، وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية بالمجان في أماكن تواجدهم، وذلك على مدار عدة أيام. كذلك تم دفع قافلة طبية لتقديم الكشف الطبي والعلاج المجاني اللازم لأبناء تلك المناطق وخلال أعمال اللجنة، أكد اللواء محمد صبحي مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة حرص القوات المسلحة على توفير كافة سبل الدعم لأبناء الوطن، خاصة قاطني المناطق الحدودية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة. تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة، إحنا بنيجي كل سنة لأبناء حلايب وشلاتين وأبو رماد ووادي العلائي لتسوية موقفهم التجنيدي ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية بدون أي رسوم مادية. فيما أعرب المواطنون عن عميق شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة على الجهود والتيسيرات المبذولة لتسهيل الإجراءات التجنيدية الخاصة بذويهم. تم استلام الشهادة من غير أي رسوم ولا تعب ولا أي حاجة، وبالعكس تسهيل أمور كثيرة للشباب، بالذات شباب شلاتين. ألف شكر. اللجان التجنيديه جاتنا لحد عندنا وسلمتنا الشهادات طبعا بدون رسوم طبعا. نشكر القوات المسلحه لتوفير الشهاده في المنطقه وتذليل الصعاب. والجيش مركز على نقطه الصحه لانه بيحاول يبني انسان قوي متعلم بحيث يقدر يواجه به الظروف، خصوصا انه في منطقه حدوديه بيحتاج ان هو ينشئ جيل صحي قوي ان هو يجابه المخاطر الاوضاع الموجوده، فدي بتعتبر المجهود الموجوده جدا غير باقي المجالات طبعا اللي بيشارك في القوات المسلحه. تاتي تلك الجهود انطلاقا من المسؤوليه الاجتماعيه للقوات المسلحه والمشاركه في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين بتلك المناطق وتوفير اوجه الدعم الكامل لهم.